نشارك في انتخابات البرلمان الجاية لأنها استحقاق مهم جدا لازم نشارك فيه علشان يكون عندنا سلطة تشريعية نقدر من خلالها إن إحنا نترجم أهداف الثورة لمطالب حقيقية أو من خلال قوانين وتشريعات. لا مش هشارك. ليه؟ ما مش مهتم الصراحة. مش شايف إن ده ممكن يكون موقف سلبي؟ اشتغل حد بالسلبية. مش مهتم الصراحة إن أنا أشارك ولو شاركت ما أعتقدش إن هو هيفرق أصلا بس. ليه شايف إن هو مش هيفرق؟ عشان هي انتخابات كده مش هيفرق يعني اللي بينتخبهم مثلا وبيقعدوا هيعملوا ايه اصلا يعني وانا مش مهتم من البدايه اصلا عشان اهتم هتفرق ولا مش هتفرق برضه. بالنسبه للبرلمان اللي جاي انا ان شاء الله هشارك بس يعني لسه ما فيش حد برنامج نازل عاجبني لان كله بيطلع تلفزيون بيعمل شو بيتكلم وخلاص وعايز ان هو يبقى مشهور وفي الاول وفي الاخر عايز الفلوس اللي بياخدها وعايز الحصانه. لا مش هشارك والله. ليه؟ ما اعرفش حد منتخب اللي انا اعرفه اواثق فيه بس شارك يمكن البلد يعني تتعدل ان شاء الله. نشارك لان المشاركه دي حاجه وطنيه. انا اشارك بس اشارك على اساس الوقت الناس اللي هي نازله فردي او نازله فردي وتتبع لحزب تمام. فين اين البرنامج بتاع كل واحد مستقل؟ ما فيش برامج. مش شايف انا في برامج. لا طبعا مش انتخب اي حاجه. ليه؟ لان هم اللي انتخبناهم قبل كده ما عملناش اي حاجه. طب احنا نقف نستنى انتخبناهم وخلاص وما عملوش اي حاجه. ان شاء الله هشارك في الانتخابات الجايه وعشان احوال البلد الاستقرار والبلد يعني تمشي في الطريق السليم ان شاء الله باذن الله. ليك مطالب من البرلمان اللي جاي؟ ان هو يتقي الله في البلد ويعمل بما يرضي الله.